السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان تصدر من الريفت للامتداد زي ال FBX أو ال GLT، فاحنا بنروح هنا الفايل وبنقول له احنا عايزين نصدر ال FBX. للأسف لما جربت الموضوع دوت ما خرجش معاه بالماتيريال، تمام؟ يعني ما ادانيش الماتيريال، مفيش ان انا استخدم الماتيريال. فسطبت ادنس اسمها سيملاب FBX وسيملاب GLTF Export، والاثنين دول فعلا حلوا لي المشكله، صدر لي بالماتيريال. طبعا جربت ادنس كتيره جدا وفشلت، لكن ده اللي نفع معايا. وفي في الخصائص هنا ان انت مثلا تقول له الفي ار، هيجيب لك البلاجن الخاص بالفي ار. ففي شويه امكانيات كويسه جدا، دي طلعت كويسه حلت للمشكله. وفي برضو التون موشن برضو بيصدر ال FBX بشكل كويس، المفروض ان هو بيصدر التون موشن، لكن ممكن تاخده وتروح مدخله على ال 3D Max او تدخله على اي برنامج اخر، تمام؟ وممكن تقول له تكتشر بيست فايل لو انت عايز، وتقول له انا عايزها مثلا من السنتر، وهو بيسيف الاعدادات بتاعتك وانت بتصدر. طيب تعال نشوف الاعدادات بتاعت ال GLTF، تقريبا نفس الاعدادات، تقدر ان انت تعدل فيها وتختار لو انت عايز تغير السكيل او عايز تعمل روتيت او تغير في الزد او الواي او الاكس زي ما انت عايز.